وتتمة له قال: والثاني دخول الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا أحكام التيمم، وتكلمنا نحن في الدرس السابق عن هذا الباب وعن مقدماته، والمصنف رحمه الله بدأ في باب التيمم بذكر صفة التيمم، ونحن قلنا أن الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة كمال وصفة إجزاء، وبينا ذلك. ثم عطف المصنف على ذلك بذكر الشرائط التي ينبغي أن توجد حتى يجوز للإنسان أن يتيمم، وتكلمنا عن الشرط الأول وهو العجز عن استعمال الماء، وقلنا العجز على قسمين: إما عجز حكمي كحال المريض في عدم قدرته على استعمال الماء، أو عجز حقيقي وهو كالمسافر في فقده الماء، وبينا هذه الأحكام. بقي الشرط الثاني، قال المصنف رحمه الله: اقرأ الثاني. الثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. قال المصنف رحمه الله: الشرط الثاني الذي لا بد أن يتوفر حتى يجوز التيمم، قال: دخول الوقت، فلا يتيمم لنافلة لفريضة إلا بعد دخول وقتها ولا لنافلة في وقت النهي. المسألة هذه يسميها الفقهاء بدخول الوقت بالنسبة للتيمم. مثلا إنسان أراد أن يصلي الظهر، ووقت الظهر يدخل على الساعة 12، فإذا كان مثلا مريض أو كان ليس له ماء فلا يجوز له أن يتيمم على الساعة 10، فيقول: أنا أتيمم وأنتظر حتى أصلي الظهر. ليش؟ قال: لأنه يشترط في التيمم دخول الوقت. والمسألة هذه تحتاج إلى تركيز، خاصة في الدليل الذي استوجب ذلك. الله سبحانه وتعالى في الآية قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني شرط في الوضوء القيام إلى الصلاة، ثم قال في نهايتها: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فبهذه الآية يوجد شرطان للصلاة، شرطان للوضوء وشرطان للتيمم. يعني الإنسان لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لأن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وكذلك في التيمم. لكن جاءت السنة وبينت على أن الشرط هذا مفقود في حق الوضوء. جاء في السنن بإسناد صحيح، بإسناد حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بالوضوء عند القيام لكل صلاة. وقال الصحابي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة توضأ، كان على طهارة أو ليس على طهارة. يعني في بداية التشريع كان الإنسان لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يعني لا يتوضأ للظهر إلا بعد الزوال، ولا يتوضأ للعصر إلا بعد دخول وقت العصر. في غزوة الخندق ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 صلوات بوضوء واحد، وفي فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلوات بوضوء واحد. فهنا ثبت على أن الأمر الأول نسخ، وهو أنه يجوز الوضوء ولو لم يدخل الوقت. واضح المسألة هذه؟ يعني في بداية التشريع كان يجب أن الوضوء لا يصح إلا إذا دخل وقت الصلاة، بعدين نسخ هذا الحكم. طيب، لما نسخ الحكم في الوضوء، هل يتبعه التيمم أو أن التيمم يبقى على الأصل؟ فجمهور الفقهاء اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة مثل ما قال المصنف، قالوا: التيمم يبقى على الأصل، فلا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت. والدليل على ذلك هو إيش؟ قول الله سبحانه وتعالى في الآية، هذا الذي قدمناه. واضح الدليل؟ واضح لماذا اشترط المصنف دخول الوقت؟
يخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة والأحناف رحمة الله على الجميع. أبو حنيفة يقول أنا لا أشترط الوقت، وإنما أقول التيمم حكمه حكم الوضوء، فكما أنه يجوز للمتوضئ أن يتوضأ قبل دخول الوقت، فكذلك المتيمم يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت. واضح الآن المسألة؟ واضح القولان؟ يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه لما تكلم على هذه المسألة قال إن تيمم بعد دخول الوقت فهو أحب إلي، ولكن القياس على أن التيمم مثله مثل الوضوء. يعني حتى الإمام أحمد لم يستقم له الدليل في اشتراط الوقت لدخول لإنشاء التيمم، لهذا قول الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة قوي، واختاره غير واحد من المحققين على أن التيمم لا يشترط فيه دخول الوقت. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أو الشرع هذه العبادة التي هي عبادة التيمم سماها الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أسماء. نجد أن التيمم سماه الله سبحانه وتعالى التيمم، وقال فتيمموا صعيدا طيبا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التيمم إيش؟ وضوء. وجاء في الحديث الآخر كذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم. فإذا التيمم جاء في الشرع بثلاثة أسماء، بلفظ التيمم وبلفظ الوضوء وبلفظ الطهور، فما كان كذلك نزل منزلة الوضوء من جميع الصفات، فكما أن الوضوء يجوز له أن يتوضأ قبل الوقت فكذلك التيمم نقول على أصح الأقوال، وهو قول أبي حنيفة على أنه لا يشترط للتيمم دخول الوقت، وإنما هو حكم أصله الذي هو الوضوء. نعم. فقال المصنف رحمه الله الثاني دخول الوقت فلا يتيمم لفرائض قبل وقتها. نحن ضربنا مثلا إنسان استيقظ ليلا قبل طلوع الفجر وأراد أن يذهب إلى المسجد وكان عليه عذر في أنه يجوز له أن يتيمم، فقال أنا أتيمم في البيت وأذهب أنتظر حتى يؤذن، فنقول له على قول الجمهور لا، وإنما تنتظر حتى يدخل الوقت ثم تنشئ تيمما ثم تصلي به. ثم قال المصنف ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الآن تكلمنا على إيش؟ على الفرائض، بقي إيش؟ النوافل. هل النوافل لها حكم الفرائض أم لا؟ قال المصنف نعم، النافلة تتبع الفريضة، إلا أنه قال والنافلة لا يتيمم لها في وقت النهي. سوف يتكلم المصنف في أبواب الصلاة إن شاء الله على الأوقات المنهي عنها، والأوقات المنهي عنها هي إما خمسة أوقات على الإجمال أو ثلاثة على التفصيل. فالأوقات المنهي عنها التي جاءت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وعند الزوال عندما يقوم قائم الزوال، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه ثلاثة أوقات منهي عنها، وسوف نفصل الكلام على هذه المسألة. قال المصنف لا، النافلة إذا أراد الإنسان أن ينشئها وأراد لا أن يتيمم لها لابد ألا يقع التيمم في هذا الوقت المنهي عنه. مثال، الإنسان دخل مثلا إلى المسجد قبل الضحى، يعني وكانت الشمس مرتفعة دخل المسجد فأراد أن يصلي صلاة الضحى، فقال أنا أتيمم وأدخل إلى المسجد وأجلس حتى يدخل وقت الضحى وأصلي النافلة، فنقول له لا يجوز لك ذلك لأن التيمم يتبع إيش؟ الفريضة. فكما أن هذا الوقت ليس بوقت صلاة فكذلك هو ليس بوقت تيمم، لأن التيمم يتبع الصلاة في النافلة. لهذا المصنف رحمه الله قال الثاني دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. واضح الشرط هذا أو يحتاج أننا نعيد؟ واضح. طيب، الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. قال المصنف رحمه الله الثالث النية، الشرط الثالث في جواز التيمم هو النية. ونحن تكلمنا على النية
في تعريفها وفي شروطها وفي أركانها في الدروس السابقة. النية شرط في التيمم باتفاق، ونحن تكلمنا عن النية في الغسل وتكلمنا عن النية في الوضوء، وقلنا خالف هناك مين؟ أبو حنيفة. فأبو حنيفة رحمة الله عليه لا يشترط النية في الوضوء ولا يشترطها في الغسل، لكن في التيمم يوافق أبو حنيفة. ليش؟ لأن التيمم عبادة غير معقولة المعنى. ما معنى غير معقولة؟ العبادات عند الفقهاء قسمين: عبادة معقولة المعنى، يعني نعرف الحكمة التي بسببها شرعت هذه العبادة، مثل النفقات على الزوجات ومثل قضاء الديون هذه أو العدة، فهذه قد علمنا سبب تشريعها. فإذا علمنا سبب التشريع هنا يسقط حكم النية، وهذا باتفاق. أما إذا كانت العبادة غير معقولة المعنى فيشترط لها النية. فمثلا التيمم يأخذ الإنسان التراب ويضعه على وجهه وعلى يديه، فإذا هذا غير معقول المعنى. ليش؟ لأننا لا نعرف الحكمة في ذلك، وإن كنا نجزم بوجود الحكمة في ذلك، وجهلنا بالحكمة لا يقتضي سقوطها. والفقهاء يضربون مثال في ذلك: إذا رأينا أن إنسان مثلا لا يكرم إلا الفقهاء، مثلا إنسان لا يكرم إلا الفقهاء، في يوم من الأيام وجدناه أكرم زيدا من الناس ونحن لا نعرف زيد، فإذا ماذا نستنتج نحن؟ نستنتج أن زيدا فقيه، لأن عادة ذلك الرجل أنه لا يكرم إلا الفقهاء. فكذلك رب العالمين، كل ما شرعه لنا فهو لحكمة، فالأمور التي لم نفقه فيها حكمة فإننا نردها إلى الأصل والعادة التي جرت عند الله سبحانه وتعالى، ونقول كل شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده فهو شرعه لحكمة، لا سواء علمناها أو لم نعلمها. فقال المصنف رحمه الله: شرط التيمم النية، الدليل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن تيمم ونوى بتيممه استباحة الصلاة صح تيممه، وأما من تيمم من غير نية فلا يصح تيممه. وأراد المصنف أن يبين فقال: اقرأ. فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا. فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا. مثال ذلك: إنسان مثلا على الساعة 10 أراد أن يصلي النافلة التي هي إيش؟ الضحى. وكان على عذر فتيمم، ولما أراد أن يصلي الضحى تذكر أنه ما صلى الصبح، نسي وما صلى الصبح، فقال: أنا الآن أصلي إيش؟ الصبح. هل يجوز له أن يصلي الآن الصبح؟ نقول له على قول المصنف: لا يجوز، لأن تيممك تيممته من أجل إيش؟ من أجل نافلة، وأنت الآن تريد أن تصلي إيش؟ فريضة، والنافلة ضعيفة عن الفريضة، لهذا النوافل لا تدخل، الفرائض لا تدخل ضمن النوافل ولكن العكس. فلهذا قال المصنف رحمه الله: النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم، نعم، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. لكن إذا تيمم الإنسان لفريضة، مثل الإنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر فتيمم وصلى الظهر، ثم أراد أن ينشئ النافلة التي هي نوافل الظهر، فقال المصنف: يجوز له ذلك. ليش؟ لأن الصغير يندرج تحت الكبير، والسنة تندرج تحت الفريضة، وهذا كله مبناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا إذا نوى بتيممه فريضة فجاز أن تدخل السنة، لأن السنة تابعة، لكن إن نوى بتيممه نافلة لم يجز له أن يصلي به فريضة. لهذا قال المصنف: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل. مثال النوافل: مثلنا يعني إنسان أراد أن يصلي الظهر بتيمم بعد صلاة الظهر، نقول له: يجوز لك أن تتيمم. لكن قال المصنف: وما شاء وفعل ما شاء من الفرائض. وفعل ما شاء من الفرائض، مثال ذلك:
عندنا مثالين يمكن أن يصدق على قول المصنف هنا. مثل الإنسان كان مسافر ويجوز له أن يصلي الجمع مثلا الظهر مع العصر، فإذا قدم وصلى الظهر مع العصر أو أخر وصلى الظهر مع العصر هناك، فيجوز له هنا في هذه الحالة أن يصلي بتيمم واحد فرضين، لأن الفرض هنا داخل في وقت، والظهر والعصر يشتركان في أول الوقت وفي آخر الوقت. فلهذا قال المصنف: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض في حالة الجمع بين الصلاة أو في حالة قضاء المنسية. مثلا إنسان استيقظ على الساعة الواحدة وما كان صلى الصبح، فإذن عليه إيش؟ عليه الفجر قضاء وعليه الظهر أداء، لأن الظهر في وقته لكن الصبح خرج. فإن كان في هذه الحالة جاز له أن يصلي كلا الفريضتين بتيمم واحد، لأن الوقت قد دخل. والآن سوف يتكلم المصنف لأنه إيش قال؟ قال: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، لأن التيمم قلنا إيش؟ بقي على الأصل عند المصنف، بقي على أصله، وأنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت. فإذا خرج الوقت سوف يبطل التيمم، ويحتاج أن ينشئ تيمم جديد للصلاة التي دخل وقتها، وسوف يتكلم المصنف على ذلك. نعم، واضح أو يحتاج أننا نعيد؟ واضح. نعم. أي لكن الآن لما دخل وقت الظهر، لما دخل وقت الظهر أصبح التيمم في حقه للظهر، وأصبح الصبح قضاء، فيتيمم للظهر، لكن لا ينبغي له أن يصلي الظهر إلا بعد أن يصلي الصبح، لأن الترتيب بين الفرائض واجب. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة لما نام فيها، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات قال لبلال: أكلؤ لنا الليل، يعني ترى احنا متأخرين الآن، ممكن إذا نمنا ما نتنبه، فابقى أنت مستيقظ حتى يطلع الفجر وأيقظنا. فبلال نام والجيش كله نام لشدة التعب، فقال عمر بن الخطاب: والله ما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ هو عمر، انظر جيش كله ما فاق لصلاة الصبح. فلما استيقظ عمر فزع، فبدأ يكبر: الله أكبر الله أكبر، وما أراد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نائم لا ينبغي أن يوقظ، لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لأن ما رآه الأنبياء بصفة عامة ما رأوه في المنام فهو وحي. لهذا الله سبحانه وتعالى إيش قال على إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. ليست رؤية في المنام أنها حلم، لا، وإنما هذا وحي يوحى إليه فيه. فلما بدأ يكبر استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حكمة نريد أننا نذكرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاء الشيطان إلى بلال وبدأ يهديه كما تهدئ المرأة صبيها. التهدئة عندنا عند العرب هو أن تضرب المرأة على صبيها هكذا حتى ينام، لأن الدبدبات هذه تجعل نوع من المغناطيس في الدماغ فينام. فجاء الشيطان إلى بلال فبدأ يهديه حتى نام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، قال: أين الفجر؟ من تقول سوف تكلأ أنا الفجر؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني مثل ما الله أنامك أنا كذلك نمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. ونزلت في حقنا وفي حق أمة محمد كامل هذه الرخصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول الإمام ابن العربي رحمة الله عليه، قال: وهذه من الحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله.
أراد الشيطان أن يمكر بهم، فأراد أن يفوت عليهم إيش؟ فريضة. فبسببها الله سبحانه وتعالى أعطانا توسعة للأمة. فقال كذلك المسلم إذا مكر به أحد فإن في هذا المكر سوف ينقلب السحر على الساحر، والله سبحانه وتعالى يجعل له فيه الفرج، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حتى قال الشيطان لو علم بأن أمة محمد سوف تأخذ الرخصة هذه لما نوم بلال، لأنه لا يريد أن يكون لنا هذه الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد من هذه القصة كله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة أو نسيها صلاها ما تذكرها ليست لها كفارة إلا ذلك. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ الجيش ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح. قال الفقهاء لما رتب بين السنن والفرائض دل على أن الترتيب بين الفرائض واجب، فمن استيقظ على الساعة الواحدة ولم يصلي الصبح وكان الظهر قد دخل وقته فلا ينبغي له أن يصلي الظهر، وإنما يصلي الصبح ثم يصلي بعد ذلك الظهر. مثلا هذه المسألة قد تقع في إنسان في الجماعة، مثلا إنسان كان في صلاة المغرب دخل إلى المسجد ووجد الناس يصلون العشاء وكان ما صلى المغرب، إيش يسوي؟ اتفقوا على أنه لابد أن يدخل مع الإمام في الصلاة لأن الإمام لا يخالف، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيصلي معه صلاة العشاء لكن ينويها نافلة. بعدما يصلي العشاء النافلة مع الإمام يقوم ويصلي المغرب ثم يعيد صلاة العشاء لأنه لا ينبغي له أن يخالف، وإذا صلى ذلك وتعتبر له نافلة يشترط له في أن يرتب بين الفرائض فيعيد صلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه في حالة إذا كانت الجماعة. فهنا إذا استيقظ فإنه سوف يتوضأ للظهر ويتيمم للظهر ويندرج تحته صلاة الصبح مثل ما تندرج النافل. واضح؟ نعم واضح. شرط النية. نعم. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. هذا الشرط الرابع، وهو شرط فيه ثلاثة شروط الذي تبين من كلام المصنف، هو شرط فيه ثلاثة شروط. قال الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. الآن المصنف لما أكمل هيئة التيمم ومن يحق له أن يتيمم جاء إلى هنا وقال ما هو الشيء الذي يتيمم به. أنت الآن بيّنت لنا كيف نتيمم، وبيّنت لنا من الذي يتيمم، وبيّنت لنا وقت التيمم، فجاء إلى هذه المسألة طيب بإيش نتيمم؟ قال المصنف الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. الدليل على هذه المسألة قال الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. الخلاف في هذه المسألة في لفظ الصعيد، ما هو تفسير الصعيد؟ الشافعية والحنابلة يقولون الصعيد هو التراب، لهذا اشترطه المصنف قال التراب. والمالكية والأحناف يقولون الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من حجر أو رمل أو جبل، كل شيء صعد على وجه الأرض يجوز التيمم به، لكن عند الحنابلة والشافعية يشترط إيش؟ التراب. الخلاف مثلا حتى يتبين لنا في ذلك، مثلا إن جاء إنسان وجد صخرة يعني خلقت على هيئتها، طيب هل يجوز له أن يتوضأ يتيمم على هذه الصخرة أم لا؟ على قول المصنف وقول الشافعية لا يجوز، لأنه يشترط إيش؟ التراب. إيش فائدة التراب؟ يعني وجود الغبار. وأما على قول المالكية والأحناف يقولوا لا، كل شيء صعد على وجه الأرض وكان باق على خلقته جاز التيمم به، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق وقال فتيمموا صعيدا طيبا. طيب ما هو الداعي الذي جعل الشافعية والحنابلة يقتصرون على التراب؟ الدليل على ذلك هو ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، الحديث الذي ذكرناه من قبل، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال وجعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي
أدركته الصلاة فليصلي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انتقل من العام إلى الخاص. العام قال جعلت الأرض مسجدا، ثم انتقل من الأرض ونزل إلى التراب وقال وتربتها طهورة. فقالوا هذا اللفظ الذي هو التراب يقيد الآية، ونقول يشترط في الشيء الذي يتيمم به أن يكون عليه أن يكون تراب ويستنبط منه غبار. واضح اشتراط التراب؟ لكن القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو قول الأحناف المالكية، واختاره غير واحد من الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من الفقهاء، على أن التيمم يصح بكل شيء صعب، وهذا الدليل هو الذي قام عليه الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب فهنا ذكر فرد من الأفراد، وهذه مسألة يوجد الخلاف بين الفقهاء كثير فيها وخاصة في التفسير. مثلا الشرع يكون قد أجاز شيئا عاما فيأتي في مسألة وينبه على صورة واحدة، فلا يقتضي التنبيه على هذه الصورة أننا نقتصر عليها، وإنما هنا ذكر فرد من الأفراد، والقاعدة الأصولية تقول ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص به. لهذا كان السلف مثلا خاصة في التفسير مثلا يفسرون الآية بالشيء الذي ممكن أن يقع على ذلك. مثلا جاء عن ابن سيرين رحمة الله عليه، ابن سيرين نعم أو الحسن البصري، المهم أحد من السلف كان يفسر قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقال الكوثر هو الخير العظيم سيعطيه الله سبحانه وتعالى لنبيه. الكوثر إيش هو؟ الخير الكثير. فقام رجل فقال يا إمام لقد بلغنا أن ابن عباس قال الكوثر هو نهر في الجنة. فقال له الإمام والنهر من الخير الكثير. فابن عباس لما فسر بالنهر لا يقتضي الاقتصار على النهر، وإنما فسر بشيء قد يدخل داخل اللفظ. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجعلت تربتها لنا طهورة لا يقتضي الاقتصار على التراب، وإنما ذكر فرد من الأفراد. والذي يقوي هذا الذي يعرف المدينة، المدينة جاءت بين حرتين، الحرة هي وجود الصخور التي نشأت عن البركان، فإذا قل أن تجد هناك التراب، والصحابة أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم التيمم وكانوا في الجبال وكانوا كذا، فكثير ما يتوقف أن يحصل التراب، فلم يقتصر الشرع على ذكر التراب حتى يقول أنه هو الخاص، وإنما أراد فقط أن ينبه على ذلك. نعم أراد أن ينبه على ذلك. قال المصنف رحمه الله التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. طيب طاهر الدليل على ذلك أن الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا، قال ابن عباس الطيب الطاهر، ويقول الإمام الشافعي الطيب هو تراب الحرث، ونرجع إلى المسألة الأولى التي هي أنه تراب، لأن الشيء الذي لا ينبت لا يتيمم به عند الشافعية وعند الحنابلة، فلهذا قال المصنف رحمه الله التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. وهنا العلة له غبار، يعني أنك إذا ضربت وجد على يديك الغبار. الشيء الذي يرجح قول الأحناف وقول المالكية في عدم اشتراط التراب وإنما كل شيء صعد على وجه الأرض، ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غير وضوء فمر عليه رجل فسلم، فقال الصحابي فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار ورد عليه السلام، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فقالوا هنا لما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، والجدار قطعا في وقتهم لم يكن عليه غبار لأنه قد مرت عليه الريح ومر عليه الناس، والآن أنتم تنظرون إلى الجدران لأن الجدران كثر الاحتكاك، لكن هو من طين والطين هو من أصل الأرض، لكنه ليس فيه غبار، فهذا دليل على أن اشتراط الغبار في التيمم ليس بقوي. هذا الدليل. والدليل الآخر كذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عمار الذي قدمه المصنف،
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لعمار صفة التيمم قال إن لك أن تضرب الأرض، ثم قال نفخ فيهما، فلما نفخ فيهما دل على أنه أشال إيش؟ الغبار. فإذا الغبار لا يشترط في وجود التيمم، والأصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز أن يتيمم بكل شيء صعد على وجه الأرض. نعم. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. ويبطل التيمم، هنا المصنف ذكر مبطلات التيمم، مثل ما لما تكلم على الوضوء ذكر مبطلات الوضوء. إذن إذا أردنا أننا نعيد باختصار هذه الأمور الأربعة، فإذا أولا الشرط التيمم هو الشرط هو العجز عن استعمال الماء، والشرط الثاني هو دخول الوقت، والشرط الثالث هو النية، والشرط الرابع هو التراب. وفصلنا في هذه المسائل وذكرنا اختلاف الفقهاء والراجح من ذلك. بعدما ذكر لك المصنف هذه العبادة واستكملها واستكمل شروطها، ناسب أن يذكر لك الآن ما هي مبطلات هذه العبادة. فقال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. ليش؟ لأن الماء طهارة والتيمم بدل عنه، فكل شيء ينقض الطهارة، لهذا هو قال ويبطل طهارة الماء، لم يقل الوضوء، لأن مثلا الإنسان إذا مثلا أجنب أو جامع أهله وكان قد تيمم فينتقد وضوءه بذلك، فلهذا عم قال طهارة الماء، فيدخل تحتها نواقض الغسل طهارة الكبرى، ويدخل تحتها نواقض الوضوء التي هي الحدث الأصغر. فكل شيء يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم، لكن يزاد عليه أمران ذكرهما المصنف. قال وخروج الوقت. وخروج الوقت، الشيء الذي يبطل التيمم هو إيش؟ خروج الوقت. ليش المصنف قال خروج الوقت؟ لأنه اشترط في بداية التيمم على أنه لا يصح التيمم إلا إذا دخل الوقت. إذن التيمم لا يصح إذا دخل إلا إذا دخل الوقت. فإذن إذا دخل وقت الصلاة الأخرى، إذن خرج هذا الوقت، فيكون دخل وقت الصلاة الأخرى، فإذن يبطل التيمم الأول. ونفس الدليل الذي ذكرناه للجمهور في المسألة الأولى يكون هنا، ويكون هذا الشرط ليس بشرط قوي أو ليس بناقض قوي، مثل ما قلنا وقلنا في هذه المسألة على أن الوقت الأصح الأقوال أنه لا يشترط في التيمم. والذي يقوي ذلك على أن خروج الوقت ليس بناقض للوضوء، والتيمم له حكم الوضوء، فكما أن الوضوء لا ينتقد بخروج الوقت فكذلك التيمم لا ينتقد بخروج الوقت، لأن التيمم بدل عن الوضوء. نعم. والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. والقدرة على استعمال الماء إذا كان في الصلاة، وهذا شرط باتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم قيده بقيد، قال فإن لم تجدوا ماء، فإذا شرط التيمم عدم وجود الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذه مسألة يقولها كل الناس، قال إذا حضر الماء بطل التيمم. الصورة هذه لها ثلاثة أوجه، إما أنه يجد الماء قبل أن يبدأ في الصلاة، وإما أن يجد الماء وهو ضمن الصلاة، وإما أن يجد الماء بعدما كان صلى، فعندنا الآن ثلاثة أحوال. المصنف رحمه الله ذكر حالة واحدة فقال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، إذن ذكر حالتين. قلنا الإنسان مثل الإنسان أدن وقت الظهر، والإنسان لا بحث فلم يجد ماء، ففي حقه ماذا؟ يشرع له أن يتيمم. بعدما تيمم مثلا الحنفية نزل منها الماء، هذه صورة. الصورة الثانية بعدما تيمم وتهيأ وقال الله أكبر ودخل في الصلاة جاء الماء. والصورة الثالثة بعدما تيمم وصلى لما قال السلام عليكم جاء الماء. إذن هل هذه الأحكام أو المسائل الصور تتفق في حكمها أم لا؟ عندنا الآن نفصل. بالنسبة للصورة الأولى، إذا كان تيمم ولم يدخل في الصلاة اتفقوا على بطلان تيممه، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في جواز التيمم عدم وجود الماء، وهذا قد وجد الماء فبطل
تيممه، اتفقوا على هذه الصورة، واتفقوا كذلك على أنه إذا صلى ثم ظهر الماء على أن صلاته صحيحة، لأنه هو أبرأ ذمته. الله سبحانه وتعالى قال لك صلي، وصلي بوضوء، فإن لم تجد الوضوء فتيمم، فأنا لم أجد الماء فتيممت، فبعدما تيممت وصليت خلاص برئت ذمتك من الصلاة، فإذا جاء الماء ولو كان في الوقت فإنه لا إعادة عليه وصلاتك صحيحة، وهذا باتفاق الفقهاء. وقع الخلاف إذا كنت ضمن الصلاة، إذا كنت تصلي وجاء الماء هل تبطل صلاتك أو لا تبطل؟ المصنف رحمه الله قال وإن كنت في الصلاة فسوف تبطل، وهو قول الحنابلة وقول الأحناف. الحنابلة والأحناف يقولون إن وجود الماء أو طريان الماء على المصلي وهو في الصلاة يبطل صلاته ويبطل تيممه، ولا بد أن يعيد ينشئ وضوء ثم ينشئ صلاة. هذا قول مين؟ قول الأحناف وقول الحنابلة. والقول الثاني هو قول الشافعية والمالكية. الشافعية والمالكية يقولون إذا كان دخل في الصلاة فلا يقطع، وإنما يستمر لأنه أنشأها على قاعدة سليمة. إذن الآن عندنا قولان في هذه المسألة. طيب، ما هو دليل الذين قالوا يقطع صلاته، وما هو دليل الذين قالوا لا يقطع صلاته؟ بالنسبة للدليل الذي استدل به الأحناف والحنابلة في هذه المسألة على أنه ينبغي له أن يقطع، هو ما ثبت في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بشرته. فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بشرته. فهنا قالوا إذا الإنسان كبر وهو في الصلاة فإذا قد وجد الماء، فإذا هذا في هذه الصورة لا يصدق عليه بأنه تيمم وهو فاقد للماء، فليمسسه بشرته، فإذا لابد عليه بأن يقطع وأن يتوضأ. هذا دليل من الحنابلة والأحناف. الشافعية والمالكية يقولون بما أننا أجزنا له أن يصلي بهذا التيمم لا يقطع صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة هنا عمل، فلا ينبغي له أن يقطعها، وإنما يتمادى، لأننا أصلا هو بناها على شيء صحيح. واضح المسألة؟ واضح الأقوال؟ الذي يترجح في هذه المسألة هو قول المصنف، وهو قول الأحناف والحنابلة على أن الإنسان إذا كان في الصلاة وطرأ عليه الماء لا بد أن يقطع، والدليل في ذلك قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسسه بشرته، لأن في هذه الصورة لا يصدق عليه بأنه فاقد للماء. وأما قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فنقول هذا لم يبطل عمله، وإنما عمله انتقض بوجود الناقض. مثل الإنسان كان يصلي وخرج منه ريح، فلا بد أن يخرج من صلاته، فنقول له أنت أبطلت عملك؟ لا، وإنما أبطله بمقتضى الشرع. فكذلك الآن أنت صلاتك سوف تبطل بمقتضى الشرع، وهو وجود الماء، والله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء وأنت واجد للماء فينبغي لك أن تقطع صلاتك وتعيد وتتوضأ أو تغتسل إن كان على جنابة ويصلي الصلاة. بقيت معنا مسألة، وهي الإنسان إذا لم يجد الماء. في المصنف اشترط دخول الوقت، يعني شرط التيمم دخول الوقت، ومبطل التيمم خروج إيش؟ الوقت. طيب، الإنسان إذا لم يجد ماء ففي أي وقت يتيمم؟ يتيمم في أول الوقت، أو يتيمم في آخر الوقت، أو يتيمم في وسط الوقت؟ وهم يشترطون الطلب، يعني الإنسان الله سبحانه قال فإن لم تجدوا ماء، وعدم الوجود يقتضي إيش؟ يقتضي أنك بحثت، لأن الذي لا يبحث لا يصدق عليه بأنه لم يجد، فإذا يشترط إيش؟ الطلب. بعد ما الإنسان طلب لم يجد ماء، ففي أي وقت يصلي؟ يقول الفقهاء هنا عندنا تفصيل. إما أن يكون الإنسان يجزم ويقطع قطع يقين على أنه إذا خرج، على أن الماء لا يمكن أن يحصله حتى يخرج الوقت. مثال ذلك، مثل الإنسان كان في الصحراء أو كان في البادية ولم يوجد ما عنده ماء، ويعلم مثلا اتصل على زملائه حتى يأتوه بإيش؟
بماء، وهو يعلم بأنهم هم سوف يصلون على الساعة الخامسة، وهو يريد أن يصلي الظهر. الظهر يدخل مثلا على الساعة 12 وسوف يخرج على 3:30. طيب، وهم يعلم بأنهم سوف يصلون إليه بالماء متى؟ على الساعة الخامسة. فهذا يعلم علم يقين بأن الماء لا يحصله ولو خرج الوقت. هذه صورة، واضح الصورة هذه؟ والصورة الثانية هو يعلم بأنه اتصل عليهم أنهم سوف يأتون الساعة 3:10 والوقت يخرج الساعة 3:30، فإذا هذا يتيقن بأنه ممكن أن يحصل الماء قبل خروج الوقت. والصورة الثالثة ما يعرف، ممكن يصل قبل، ممكن لا يصل، أو يصل بعد. فإذا عندنا 3 صور. بالنسبة للصورة الأولى، يقول الفقهاء باتفاق إذا تيقن بأنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، اتفقوا على أنه يصلي في أول الوقت. فقالوا ليش؟ الصلاة الماء له فضيلة، أن الإنسان يصلي بماء، والوقت كذلك أوله له فضيلة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيش؟ قال الصلاة على وقتها. فقالوا إذا فوتنا عليه فضيلة الماء فلا نفوت عليه إيش؟ فضيلة الوقت. وبما أنه جزم على أنه لا يحصل الماء إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي في إيش؟ في أول الوقت. هذا بالنسبة لمن تيقن بأنه لا يحصل على أماء. أما الذي تيقن بأن الماء سوف يأتيه ولو في آخر الوقت، اتفقوا على أنه لا يشرع الصلاة، وإنما يصليها فين؟ في آخر الوقت، يعني إذا ضاق الوقت ولم يأتوا صلى، يعني يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. وقالوا لأن فضيلة الماء مقدمة على فضيلة الوقت، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، حديث صحيح البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. فهنا أخر الصلاة لوجود شهوة البطن، وأخرها لوجود الحر. فقالوا لئن يؤخر الصلاة بسبب فضيلة الماء يكون من باب أولى، لأن هنا أمر بسيط، تريد أن تأكل، لكن إذا جاءت الصلاة وجاء الأكل لابد أن تأكل أولا ثم تصلي، فجاز لك أن تؤخر إيش؟ الصلاة. فقالوا كذلك إذا علم أو أنه سوف يأتيه الماء فيصلي فين؟ في آخر الوقت. أما الإنسان الذي لا يعلم هل سوف يأتي أو لا يأتي، قالوا هذا يصلي في وسط الوقت، يصلي في إيش؟ في وسط الوقت. وهو كأنه رجح أحد الاحتمالين، الاحتمال الذي هو ممكن أن يأتوا بالماء فأخر قليلا، وإذا لم يأتوا بالماء يدرك وسط الوقت حتى يلتحق بأول الوقت لأنه غير متيقن. واضح الصور الثلاثة؟ هذه يذكرها الفقهاء في حالة ما إذا قلنا يشترط الوقت في ذلك. وبذلك يكون المصنف رحمه الله أكمل باب التيمم. واضح الباب؟